صراع الأقطاب داخل الإطار التنسيقي يعثر تشكيل الحكومة ويهدد بانسحاب عدد من قادته بعد وصول التفاهمات إلى طريق مسدود. ملامح الصراع تتضح يوما بعد آخر كلما اقترب الإفصاح عن مرشح رئاسة الحكومة، متمثلة بتصدير المالكي من قبل ائتلاف دولة القانون مرشحا من الخط الأول لرئاسة الوزراء، بمواجهة العامري العائد عن قرار عدم المشاركة في الحكومة كما تؤكد كواليس الإطار. فالأول يذهب بعيدا في إصراره على الولاية الثالثة بشخصه أو بمن يرشحه، فيما يعتمد الآخر بحسب نوابه على إمكانيته في إقناع الصدر بمنحه مهلة لا تقل عن سنة قبل تحريكه الشارع. وإلى الآن لا لقاء مباشرا بين الزعيمين منذ فترة طويلة، والرسائل يتم تبادلها عن طريق سعات الطرفين، هكذا تقول المصادر، وتؤكد إن التوجس من ردة فعل الشارع الصدري هي ما تدفع قوى في الإطار إلى إعادة الحسابات ومحاولة طرح أسماء من الجيل الثاني لتصدر المشهد، مثل محمد الشياع السوداني عن دولة القانون ومحمد الغباني عن الفتح، وهي خيارات بديلة إذا تعسر حصول صقور الإطار على تذكرة المرور إلى قصر الحكومة. وفيما يخص المستقلين داخل الإطار فعليهم ألا يبقوا مستقلين، هكذا تحدث قيادي في دولة القانون ليو تي في، مؤكدا إن آلية التصويت على المرشح لم تحسم بعد، وعلى الجميع أن يكونوا ضمن أحد القطبين. حيرة الإطار تتسع كل يوم بسبب أزمة القيادات التي يمكن أن تتجنب إثارة الشارع، ما يجعل خيارات قواه محدودة وجميعها قد لا تنال رضا المرجعية أو الصدر وفق قاعدة المجرب لا يجرب. حيدر البدري، يو تي في، بغداد.